النهاردة هناخد assay of chloramphenicol in autofenicol eardrops. دي الفارماسيوتيكال preparation عندي autofenicol eardrops. نكمل evaluation sheet. name pharmaceutical preparation autofenicol. المانفاكشر الفارماسيوتيكال فورم الانجريدينتس عندي والكليمد كونسنتريشن. عندي الانجريدينتس هنا بيكون كلورامفينيكول ولكن ديزولفد ان بنزايل الكحول بروبيلين جلايكول. الكليمد كونسنتريشن هنا 50 ملي جرام بير ملي. وادي الكيميكال ستراكشر. Principle of determination of chloramphenicol. أنا عندي الكلورامفينيكول ليه أبزوربانس في اليو في ريجن عندي لامدا ماكس 275 نانومتر. فأنا عندي البرنسبل بتاع determination عندي بيكون direct UV spectrophotometric determination against blank of distilled water. في السكشن ده هشتغل على sample وstandard مع بعض. طيب ازاي بعمل لهم preparation؟ أنا عندي sample هنا هي الأوتوفونيكول eardrops والstandard كلورامفينيكول ستاندرد سوليوشن الكونسنتريشن بتاعه 50 ملي جرام بر ملي. طيب ازاي بعمل لهم بريبريشن؟ انا عندي الكلورامفينيكول لو سوليوبيليتي ان ووتر، في الووتر لوحده كده ملوش سوليوبيليتي كويسه. طيب ازاي بحضر الكلورامفينيكول؟ في السامبل عندي باخد 1 ملي من الاوتوفينيكول اير دروبس في 250 ملي ميكسشر من الووتر تو ايثانول 1:1 فوليوم بير فوليوم. باخد ميكسشر من الووتر للايثانول بنسبة 1:1. عندي في الستاندرد نفس الفكرة. بعمل لها بريباريشن ازاي؟ ان انا باخد 1 ملي من الكلورامفينيكول ستاندرد سوليوشن الكونسنتريشن بتاعه 50 ملي جرام بر ملي في 250 ملي من ميكسشر ووتر لإيثانول 1:1، بيديني في الاخر فاينل كونسنتريشن للستاندرد عندي 2/10 ملي جرام بر ملي. بعد ما خلاص عملت بريباريشن للسامبل والستاندرد بكمل اسي ازاي؟ عندي 2 فوليومتريك فلاسك، 2 10 ملي فوليومتريك فلاسك، واحدة للسامبل واحدة للستاندرد. في الفوليومتريك فلاسك بتاعة السامبل باخد السبيسيفيك فوليوم من كلورامفينيكول سامبل في 10 ملي فوليومتريك فلاسك دي، وبكمل للعشرة ملي بديستلد ووتر يوزنج بيوريت. يعني انا مثلا عندي سبيسيفيك فوليوم 4 مثلا، بكمل اللي فاضل لحد العشرة بالبيوريت ديستلد ووتر بالبيوريت. بعدين الفلاسكة دي باخدها بقيس الابزوربنس عند لامدا ماكس 275 نانومتر، والبلانك عندي بتكون ديستلد ووتر. نفس الفكره برضو بتعامل ستاندرد. في الفلاسكه بتاعه الستاندرد باخد نفس السبيسيفيك فوليوم من الكلورامفينيكول ستاندرد سوليوشن، وبكمل بديستلد ووتر بالبيوريت برضو لحد 10 ملي. انا عندي هنا 2 فلاسك، واحده للسامبل واحده للستاندرد. في بتاعه السامبل باخد السبيسيفيك فوليوم وكمل لحد 10 ملي بديستلد ووتر يوزنج بيوريت. نفس الفكره برضو في الستاندرد، باخد نفس السبيسيفيك فوليوم وبكمل ل 10 ملي بديستلد ووتر يوزنج بيوريت. بعد ما بخلصهم بروح اقيسهم عند لامدا ماكس 275 نانومتر. عندي كالكوليشنز هنا. الكليمد كونسنتريشن 50 ملي جرام بير ملي، الكونسنتريشن بتاع الستاندرد 2/10 ملي جرام بير ملي. بحسب زي الكونسنتريشن بتاع السامبل. عندي CU هو الكونسنتريشن بتاع السامبل، CS هو الكونسنتريشن بتاع الستاندرد، AU الابزوربنس بتاع السامبل، والAS هو الابزوربنس بتاع الستاندرد. بحسب CU، بعدين الفاوند كونسنتريشن بضرب الكونسنتريشن بتاع الانون في 250 ملي. 250 ملي دي دايلوشن فاكتور لان انا خففت 1 ملي في 250 ملي ميكستشر ووتر ايثانول. بيرسنت ريكفري الفاوند كونسنتريشن على الكليمد في 100. وبعدين بشوف اكوردنج تو فارماكوبيا ريكويرمنتس هل هي الباتش اكسبتد ولا ريجكتد.